قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء جمع نو، وهي منازل منازل القمر. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وهو من الله جل وعلا. وكذلك المطر، لأن الرزق يأتي بمعنى المطر. وفي السماء رزقكم وما توعدون، بعضهم قال عموم الرزق، وبعضهم قال وفي السماء رزقكم أي المطر الذي ينزل إلى الأرض فيكون به الرزق. فالمطر بيد الله سبحانه وتعالى. ومن الكذب نسبته إلى النجوم أو إلى القمر أو إلى منازل القمر أو إلى آخره، أو إلى الكواكب، فكيف بمن ينسبه إلى البشر؟ ده في النية الأبيض اسمه صلاح الدين بدوي الخنجر، قال: عندنا في السودان الشيوخ بدوا المطر، والمطر بحسب الطلب. والكلام ده ذكرناه قبل كده. وداك مشى الغرب، مشى للعباسية تقلي حامد بابكر، مشى أفسد لون عقائده، مشى عشان يفسد على الناس عقائده، يجوز لهم حجبات ولا أشياء. لحد الطريفة قبل أيام مشى لهم، قال لهم قعد 20 يوم، بمشى أيام الموسم طبعا، قال لهم: الإمام أحمد وابن تيمية كانوا فكية بتاع حجبات، والله باللفظة دي كانوا فكية بتاع حجبات. والإمام أحمد ده أورد الحديث الذي فيه أن التمائم شرك، هو الذي أورده خرجه: من علق تميمة فقد أشرك. ده في مسلم الإمام أحمد من رواية عقبة ابن عامر رضي الله. الشاهد من الكلام، عندهم عقيدة هناك أهل المنطقة ذكروها لنا في العباسية تقلي، بعض الناس ما كلهم، فيهم الناس فيهم خير، قالوا في حاجة اسمها الدلو. دي العقيدة، الدلو. أسألوا أي زول عنده علاقة بالبلد ديك يسألوا، قالوا الدلو ده زي حاجة زي حجبات بخطوة في الزراعة، المطر بتنزل طوالي، تدفع وتخط الحاجة دي المطر كر بينزل. ومشينا منطقة برضو اسمها نور الدايم، ود نور الدايم ده قالوا في السخانة قالوا زارعين سمسم، والسمسم داير برد، لما الواطات سخن قال بيمشوا للشيوخ بيقول لهم بردوا لنا الجو. شيوخ تقول مكيف النسمة، شيوخ بتاع شنو؟ بتاع تبريد جو يا ناس. اي شيء ودوا للشيوخ، شيوخ ديل يا جماعة ناس يعبدوا الله، استغفروا، يصلوا ويصلوا مع المسلمين هنا في المساجد، زي ما الصحابة كانوا يصلوا في المساجد، ما يصلوا براون هناك واحد سوي له أوضة وسوي له حاجات وأشياء براو، يصلي ويعبد ويستغفر ويقرأ قرآن ووحد الله قبل ذا كله، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ويتواضع لله، ويكون زول عادي مع الناس بس، ما في حاجة رايات وهيلمانة وبلاوي. أسأل الله العافية. قالوا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ده من باب الخبر، في أربع أشياء ما بخلوها، وأربعة خصال، أربع خصال. قال: الفخر بالأحساب، الفخر بالحسب، أنا ود ناس فلان ود ناس فلان وكذا. زمان في القرآن الله سبحانه وتعالى قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والليلة لليل الكلام ده موجود، لكن احنا ناس فلان أولاد فلان وفلان وكذا وكذا وكذا، بعدين بعد تموت قال لك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخره. والطعن في الأنساب، يطعنون في النسب، يطعنوا في النسب، وده الآن موجود. إذا فلان قال ليك أنا نسبي إلى فلان، خلاص ما تطعن في نسبه، خليه بس وعليه ربه. والاستسقاء بالنجوم، وده الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث، استسقاء أي طلب السقيا
طلب السقيا من النجوم أو من منازل القمر، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والنياحة على الميت، ودي من كبائر الذنوب. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. دي فيها خطورة النياحة على الميت. النياحة ما مجرد البكاء، البكاء بتاع الدموع والحزن في القلب ده ما مشروع، ما في، لكن تكورك وتسخط وتشق الجيوب، فتحة الرأس، فتحة العنق، وتكب التراب فوق راسه وتدردق بالواطة زي ما بيحصل الآن، ويسوى أشياء كثيرة جدا. النياحة دي قال لك: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. كذي تفكر في الموضوع ده. الجرب فيه الحكة، فيه الآكولة، والسربال من قطران، القطران فيه ثلاثة أشياء خطيرة جدا: نتن الرائحة، وشديد الالتصاق بالجسد، وشديد الاشتعال عند قرب النار منه. هي في النار أو قبل دخول النار يلبسوا القطران ده والجرب، أسأل الله العافية، كي المرأة توب إلى الله سبحانه وتعالى، والمات الزول يحتسب الأجر. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، ما ترى بالليل وصلى بين الصبح الصباح، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم، يعني بالبارحة، ماذا قال ربكم، أو لما أصبحت الأرض وقد كان ما كان من الليل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني الليلة في ناس أصبحوا منهم المؤمن ومنهم كافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، وده الشاهد، بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. ما معنى كافر بالكواكب؟ أي كافر بأن تعبد من دون الله أو أن يصرف لها شيء من أمر الله سبحانه وتعالى، من صفات الله، عفوا، من صفات الله سبحانه وتعالى، كإنزال المطر إلى آخر. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو أقسم الله فقسمه عظيم، وما يقسم به عظيم، لكن لا يدل على أنه ينزل المطر إلى آخره، ينزل المطر إلى آخره. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي محفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. واختلف فيها أهل العلم، المقصود الطهارة من الوضوء إلى آخره، والمقصود النوم الملائكة واللوح المحفوظ، كلام طويل جدا، لكن زول يتوضأ ثم يمسك المصحف عشان يرق من الخلاف. أما المصحف الذي في، قالوا الذي في الجوال لا يحتاج إلى وضوء، كما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله وغيره من أهل العلم. قال: تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدينون؟ المداهنة أن تترك شيئا من الحق، أن تترك شيئا من الحق لفلان أو علان طلبا لقربه إلى غير. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتكذبون على الله سبحانه وتعالى، وتكذبون على أنفسكم، تقولون مطرنا بنوء كذا. قال فيه مسائل الباب ده: الأولى تفسير آية الواقعة، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الثانية ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية، افتخار بالأحساب، الفخر بالأحساب إلى آخر، الطاع في الأنساب،
الثالثة ذكر الكفر في بعضها كالاستسقاء بالنجوم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، ما لا يخرج من الملة. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، الإيمان أن تقول أن المطر بفضل الله ورحمته. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع بأن تنسب الفضل إلى غير الله سبحانه وتعالى كالنجوم وكالأنواء منازل القمر. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، هذا لا يجوز في شرع الله وهو من الشرك والكفر. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها، يسأله ثم يجيبه لقوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة المسألة العاشرة وعيد النائحة، الوعيد الذي يترتب على هذه المعصية التي هي من الكبائر. بهذا انتهى الباب وانتهت مسائله. لا مد الله الميت يعذب، ده في البخاري ومسلم حديث عمر رضي الله عنه يعذب الميت بما نيح عليه، لكن ده فيه تفصيل إذا كان هو يعني ينوح ويبكي وكذا وكذا وهو يعلم أن أهله من عادة حالهم أنهم ينوحون عليه ولم ينكر عليهم ده يعذب. أما إذا ورى الناس ووصى قال لهم ما تفعلوا كذا وكذا وكذا بعد ذاك ألا تزر وازرة إذا الله بنجيه جزاكم. بعضهم قال العذاب المقصود به والألم وليس تعذيب الجسد.